طبيخ القرنبيط، قرنبيط واعمله بالجزر، بصل، ثوم، كمون، عصير طماطم، تمام كده؟ بس طبيخ عادي خالص. حابه تحطي تزودي صلصه، زودي صلصه. القرنبيط ده مش مسلوق، لو مسلوق في ناس بتقول لي طب ما احنا ممكن نسلق مثلا ونحطها في، هتلاقيه عامل معاكي اتهرى، هتلاقيه اتهرى وما شربش كويس من الصلصه. انما لما يكون القرنبيط ني زي البطاطس، زي اي، زي الكوسه، زي اي حاجه بعملها، تشرب من الصلصه وتستوي فيها، تاخد طعم احلى. عشان كده انا بقول لك، انا خدت يعني ايه بعد ما فجت لي الفكره دي وسالت كذا حد، يا ترى انتوا بتطبخوه؟ كذا حد قال لي اه احنا بنطبخه. في ناس قالوا مسلوق، في ناس قالوا لا مش مسلوق، في ناس بنعمله صينيه، في ناس بنعمله طاجن. يعني بدا فعلا ان في ناس كتير بتعمله مطبوخ، فهنعمله مع بعض النهارده. بس ايه، هعمله ني كده. هنعمل ايه؟ عندي بصل وثوم، هعمل طبيخ عادي خالص بالزيت او السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن الحله، حط شويه زيت، زيت او نص معلقه سمن زي ما انتوا عايزين. بسم الله. البصل والثوم، بصل وشويه ملح. بص البصله بدات ان هي تصفر لي كده، هروح منزله بقى ايه. انا عايزاكم بقى ان شاء الله الاولاد كده داخلين على الامهات، انا كلمة الامهات دلوقتي بقى. طب قبل الامهات ماشي، حطيت عصير الطماطم، التوم يا دوبك شميت ريحته، ورحت حط عصير الطماطم وايه، وهبدا اغطيها كده. انا بدات بدي اسيبها بقى تتسبك. انا ما حطيتش حاجه دلوقتي غير الايه، الملح بس. هحط لها بعد شويه كمون وفلفل اسود. هاخد بس هنا القرنبيط، ابدا نقطعه مع بعض تقطيعه صغيره. إيه كان في حد سألني على حاجة، ايه من شوية يا ولاد؟ تبشريهم، تقطعيهم صغير زي ما انت عايزة، بس البشر لان الجزر ده ايه بيبقى ناشف، ناشف شوية، فالاحسن ابشريه بس بشرة تخينة شوية. انا عاملاها على بشرة البصل طبعا، انا بسيب الحتة الاخرية دي مش هرميها، بس يعني ايه تفاديا لاصابات الهواء. مش فاضيين نتعالج. عناية خلاص كده تمام. هنا بقى ايه الاخبار، هنا ايه، هحط عليها ميه، ميه او شوربه. وهحط عليها الكمون والفلفل الاسود، وانا هزود لها شطه عشان دي بتحليها قوي. طبعا ده اختياري، ده كل ده اختياري، يعني شطه دي اختياري بالنسبه لك. بس عايزه اقول لكم ان شطه صحيه، لو تاخدوا عليها الاولاد بس مش بكتره، حلوه جدا. وانزل بقى ايه القرنبيط مع الجزر بس كده، واسيبهم بقى لغايه ما يستوي. طبعا بيستوي بسرعه جدا.